للنادي الاهلي مباراه مهمه ومباراه قويه ومباراه صعبه، لكن دايما عندنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي، ولعيبه النادي الاهلي قادرين على تحقيق انتصار على فريق النجم الساحلي. يعني نقدر نقول مباراه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي الافريقي، ولكن لعيبه النادي الاهلي زي ما قلنا عندنا ثقه فيهم. كل الجمهور النهارده في ظهر لعيب النادي الاهلي. خليني اقول لك يا كابتن اسلام، كواليس هذا اليوم لعيب النادي الاهلي تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 8:30 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 1:30 ظهرا. اثناء وجبه الغداء كان هناك بعض الاحاديث الجانبيه ما بين ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، مستر ريني فايلر وحديثه مع علي معلول، واختصوا ببعض التعليمات. الامور من الامور المهمه جدا يا كابتن اسلام ان الاحاديث الجانبيه ما بين اللاعبين ان كلهم النهارده يعني في ثقه في لعيبه النادي الاهلي النهارده ان هم يفرحوا جماهير النادي الاهلي. بالنسبه للقاء الامس امام لقاء الهلال وبلاتينيوم، اللقاء يعني ترك اثر ايجابي مش اثر سلبي في لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي كلها مركزه النهارده على ضروره تحقيق الانتصار. الجميع اجمع ان فرصتنا في ايدينا والتاهل في ايدينا، دون النظر لنتائج الاخرين. كل لعيبه النادي الاهلي عندهم ثقه في المباراه النهارده، وان هم كلهم اي 11 لاعب. من الامور المهمه جدا يعني لحظات ريني فايلر في المحاضره، يعني خلال لحظات قليله هيتم التحرك ان شاء الله لملعب اللقاء. مستر ريني فايلر في المحاضره الاخيره بيدي تعليماته للاعبين، وهيعلن خلال المحاضره التشكيل اللي هيخوض به اللقاء. وزي ما قلنا كابتن اسلام ان مستر ريني فايلر في حيره من امره من اختيار 11 لاعب لهذا اللقاء، لان كل اللاعبين على مستوى عالي من الجاهزيه. مفهوم الاساسي والبديل اختفى في النادي الاهلي. كل اللاعبين ان شاء الله اي 11 لاعب هيكون جاهز في ارض الملعب ان شاء الله يفرح كل جماهير النادي الاهلي. كابتن سعد عبد الحفيظ كان ليه رساله للجمهور ان احنا النهارده عارفين ان انتوا دايما في ظهرنا، وعارفين ان انتوا دوركم مهم جدا. ممكن الفوز يتاخر للدقايق الاخيره، لكن كلنا ثقه النهارده في لعيبه النادي الاهلي ودوركم مهم جدا. من الامور المهمه ايضا يا كابتن اسلام الحكم فيكتور جوميز الحكم الجنوب افريقي، يعني ليه انطباع اكثر من رائع لدى الجهاز الفني، واحد من الحكام الصفا والحكام المميزين في القاره الافريقيه. وبالمناسبه كان هو اللي ادار لقاء الاهلي والنجم الساحلي في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2017، اللقاء اللي كان انتهى بفوز النادي الاهلي على فريق النجم الساحلي 6-2. ان شاء الله يكون فقل حسن يا كابتن اسلام لكل جماهير النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي، يكونوا قادرين ان شاء الله، ونبارك لبعضنا بعد الفوز ان شاء الله على فريق النجم الساحلي. ترجع لك مره اخرى يا كابتن اسلام الكلمه، هنكون مستمرين مع حضرتك على مدار ان شاء الله اليوم نتابع كل الكواليس كل الامور خاصه بمباراه الاهلي والنجم الساحلي. اتفضل كابتن اسلام اليك الكلمه مره اخرى. طيب شكرا جزيلا.